سحرت لي واحد السيده هي مرت ولد جدي الكبير، دارت لي هذيك تسموها بنت عربيه جريه، وحصلت حتى تدير لي السحور. وانا ديك الخدمه اللي دارت لي ولات ديما تمشي دابا ديما تمشي تدقيد لي باري باش نحبس الفيضة، تيولي في دمك بحال كيتكون سالك، تبقى تحرك لي داك الشيء هكا بهذاك الجن ولا المس، ولا كنت هي مرضات وداك الشيء اللي ولا تيوقع لي تيوقع ليها رجع عليها. اليوم خرجنا باش نسولوا الناس واش ديجا وقع ليك السحور، واش سحر ليك شي واحد، عاودي لينا هاد القصه هاد. سحرت لي واحد السيده كانت تجين هي مرت ولد جدي الكبير، يعني عمي ولده الكبير ما كانش معترف به، وكان تصالح معاه وداك الشيء، ويقول لي راه عندي المراه مريضه بغيت شي وحده تقابل لي الوليدات وهادي، قال لي ها هي بنت خوك. وانا كنت ديك الساعه بدراعي كنت حادقه ونطيب وصغيره عندي 8 سنين، وكنت تدبز مع عمي وتولد وتخلي الدراري نقابلهم زعما بحال انا امهم. وديك الساعه هي خدماتني السحور، ما بديت تنعيا انا من كبرت وليت نعرف، وليت نقول انا ربي انا نغسل مواعن انا نطيب، وهي غير جالسه وهي تجيب واحد المراه وحصلتها تدير لي السحور وانا نمرض فيها. علاش سحرت؟ دارت لي السحور حيت ملي بديت نكبر بداو تيجيو فيا الخطاب وداك الشيء باش نبقى معاها غير هي، اللي قالت لي نبقى نديرو. وصغيره منها؟ لا غير باش نبقى بحال خدامه عندها في الدار. يعني ما خصكش تتزوجي؟ ما خصنيش نتزوج باش هي نبقى نكبر ليها ولادها ونوض نصيب انا الرغيف، نوض انا نخدم، تنخدم في الزنقه، تنخدم في قهوه، تنخدم مثلا مشيت تخدم في واحد الشركه في كازا، مشيت نعاود كبت في كازا انا في عين السبيب واحد الشركه ديال التيت، خدمت واحد الشركه تنصيبو دوك السنيطقات ديال فين تيتباعو الذهب واحد الوزين، وتماك باش قال لي بقيت في مول الوزين قال لي انت انا غنعطيك السكنه تسكني مع ولادي غنقطع لك بحال كرالية تماك، باش زاد جات هي طلع عليا الدم تماك باش بقات عليا صافي. دابا الان داك الشيء تيرجع عليا، يعني بعض المرات تنكون تنوض صحيحه وبعض المرات تنحس بالمرض مريضه بزاف، وبهذاك الشيء ولا تاثر عليا ديما فيا الفيضة. حاشاك ديك الخدمه اللي دارت ليا ولا ديما تمشي دابا ديما تمشي تدقيد لي باري باش نحبس الفيضة، دارت ليا ديك تسموها بنت عربيه جريه، يعني ديما تنحس الا ما مشيتش قطعتها بلي باري والدوايات تنبقى ديزا، ولا بقيت ديزا غنشف بالدم تنبقى حاسه بالعياء وداك الشيء. هذا الشيء كاين. الا جاتك الفرصه وطلقات وجات طلبات مني السماح وتسمحي لها؟ هي طلبات مني السماح وقلت لها لا سمح لك الله انا نسمح لك، ولكن على داك الشيء اللي داز عليا ما نقدرش نسمح ليها، تقول لها لا سمح لك الله. يعني ضراتك حتى ضراتني، دابا وليت انا بقوت ما انا نفسي حاره وداك الشيء، بعض المرات تيجيني تيرجع حيت هذاك الشيء تيتجدد، داك الوقيت اللي تدار لي تنشد الفراش ونبقى ديزا بفيضه وتنبقى مريضه بزاف وتنبقى عصبيه مع ولادي، وخا دابا تزوجت الحمد لله بقوت ما تنصلي وتنقرا شويه القران وداك الشيء، حيت هذاك الشيء اللي كنتي تتقري وباش عرفت باش تعرف تنقوي، ولكن تيتلفك هذاك الشيء اللي فيك تيتلفك، تتكوني تتقراي تيتلفك تيولي في دمك بحال كيتكون سالك، وباش تعرفي راسك راك مسحوره تيبقى داك الشيء تيتحرك. شوفي ها هو الاماره كرشي مبوخه بحال حمل، تيبقى يتحرك لي داك الشيء هكا بهذاك الجن ولا المس كي تيقولوا الناس العلماء، تيبقى يتحرك فيك انت تبقى تقري القران تيبقى يتحرك فيك. علاش داك الشيء انا معترفه كاين السحر وكاين الجن وكاين كل شيء، وكاين تتبطل حتى السحر. يعني دمراتك السيده؟ دمرتني بزاف ولا شفت انا عيات هي مريضه دابا على ما سمعت، انا ما بقيتش شفتها هذه شي 8 سنين ولا 10 سنين غير من بنت عمي، ما بقيتش شفتها، ولكن هي مرضات وداك الشيء اللي ولا تيوقع لي تيوقع ليها رجع عليها، هي ولات طايحه في فراش. يعني ذاك السحور اللي دارت ليك وديك الخدمه كامله رجعت عليها؟ رجعت عليها هي ولات ديما طايحه في فراش، ديما داك الشيء اللي تيوقع لها اللي وقع لي انا تيوقع لها هي. ربي حق. ايوا صافي الله الا سمح لها ربي انا مسامحه، ولكن من تعذبات في الدنيا انا مسامحه. شنو الكلمه اللي تقولي لها اذا كانت السيده مثلا هي انا، شنو تقولي لها؟ نقول الله يسامحك، وانا بالعكس انا كنت داك الشغل داك الحداقه ونقابل لك وليداتك لان تيبقى ولاد عمي، وكنت نديرو من خاطري، يعني ما كانش خاصك تاديني لان انا بقيت حياتي كامله مأديه من كبري وليد، وداك الشيء ولا معصبني يعني حتى مع ولادي ركب فيا الوسواس، نبقى عليهم غسلي يديكم تقول لهم ماما غاسلي يدين، داك الشيء ركب فيا، داك الشيء اللي درتو لي باش نبقى انا نكون حادقه ونخدم، وانا اصلا كنت
مرات عادقه يعني جات اثر عليا مرات انا نفسانيا ورت بسواس يعني دابا انت تقدري تدخلي عندي نقول لك حيدي صباطك نكون لا اراديا بلا ما نشعر نقدر نغوتها نقول لك حيدي صباطك نقدر تكوني ديزا نقول لك غسلي رز يدك يعني الطفسي نكون يلاه غسلته خصني نعاود نغسله يعني ركب فيه الوسواس. شنو نوع السحر اللي خدمت لك؟ خدمت لي على زعما داك الشيء باش نبقى ديما نوض نخمل ونهز وهادي وصافي هادشي اللي انا عارفه هادشي اللي عرفت بينا بداك الشيء كان داك الشيء ديك اللي تخدم ليا بلا ما نكون تكون ما تنعس نخمل كلشي غسل المواعن نجفف نشطب بالليل 4 الصباح 5 الصباح نوض نصبا نسيق بلا ما نشعر داكشي اللي فيا تينوضني بلا ما نشعر اللي خرج من الدنيا ما خرج من عقيبه كما كنقولوا وهداكشي اللي كاين ولكن على ما سمعتي قالت لك راه تاهي امها وداكشي راه ديما تاهي داكشي ديما تشد الفراش ديما طايحه ديما يعني داكشي اللي انا تيوقع ليا تيوقع ليا حيت تيقول لك اللي تيادي خول مسلم تيرجع لي داكشي ولكن علاش الانسان تيدير الشر كامل علاش هي ما كانت ناويه والو الجهل ما قارياش الجهل بالنا قال لك ان هي ما قارياش بحال دابا حنا عندنا العرب حنا عندنا العرب مثلا نعطيك غير واحد المثال بسيط الا قلتي غير بنادم عاونتي ولا شي حاجه تيقول لك راك تخاف مني مثلا انا مع الكري ديالي الا تعاملت كان انسان الا كتعدي شي حاجه نقسمها ولا هادي ولا عطيتي مثلا شي حاجه شتي قال لك زوينه دوقتي تيقول لك راه درتي لي السحور ولا تيقول لك راه خاف مني يعني بنادم ولا كيرد بال بزاف ولا تيرد بنادم بزاف وتا لا قلتي مثلا غير مثلا ولدك سكت راه حنا مع الجيران تيحسبوك شرف تتحتارميه تيحسبك راه مثلا راه خايفه منه والخوف من الله اللي خلقنا غير هو المعامله الناس ما تيفهموهاش كذلك كداك السحر بان كي شوك تتعاملي مزيان وهادي يلا تتبغي مثلا غير تمشي في حالك ولا تقضي شغلك تيسق خدمك على ابسط من حاجه على قدر تقول لك شي وحده تقول لي مثلا شنو درتي لوجهك وهادي الله هادي الله اش درتي لوجهك فهمتيني بزاف وحده انا باقا نعقل كنت نبيع ونشري معاها الحوايج هنا نيت فلوسيو لقيتها شدت لي الشعر ديالي وما عرفت حصلتها تتلوي على شي شمع باش علاش راجلها ما عرفت داكشي شعرك انت باش تخدم راسها شدت لي قالت لي شعرك زوين ودارت لي هكا وكانت هكا ليله 27 انا مشيت نتخلص عندها قالت لي شعرك زوينه فلانه وشداتو تلقى داير مش على الشمع داكشي تتخدمو الراجله العجب بقيت نقرا القران خصوصا كتكون هاد القضيه في ليله 27 هي راه في ظل الحق راه ماتت هاد السيده اللي دارت لي حتى هي هاد الحاله هي كانت غير صديقه ديالي تنبيع ونشري معاها في الحوايج راه ماتت الله يسامحها ولكن لا سمح لها الله حيت الشعوذه خص بنادم الشعوذه خايبه تتمرض بنادم وتيشرك بالله اول حاجه تيشرك بنادم بالله يعني اي حاجه وانا قالت لي صاحبتها قالت لي راه فلانه راه دارت لك داك الشيء حقه باش ما داكشي ديال التشعويذ راه حقا حيت كان وجهك صافي وشعرك قوي باش يولي شعرك قوي باش يولي وجهك صافي التخربيق ديال داكشي ديال اللي تيقولوا منفق يلا كي تيقول ولكن داكشي تيادي بنادم تيمرض بنادم بحال شي وحده تقول لها غديري الفعاله تفكري غديري هاد اللعبه وتوكليها لبنادم غيولي هذاك الشيء ما تنامنش بال ولكن كاين كاين ولكن تيتادى به بنادم اللي هو تيامن بالله بزاف راه تيحاول تيولي غير مرض ما تيشدش فيه واللي ما تيامنش بالله راه تيشد فيه تيولي مسكون بالتعربي هادشي اللي كاين خليتك على خير مشي نوجد ولادي باش 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 نختموا هاد الناس اللي اداوك هاد العيالات اللي ذكرتي واش تسامحيهم انا سمحتهم حيت الله اللي تيخلق الله اللي تيسمح انا سمحتهم سمحتهم لان داكشي كامل تتلقاه بنادم ما قاريش ما كاينش الوعي وتتلقاه ما عندوش ما امنش بحال دابا مثلا نعطيك انا مثال بسيط انا مع السكان مثلا تيجيني الماء والضو غالي تنطلع تلقى وحده تطلق الماء تضيعو تنبقى نقول لها حشومه تتقول لي الماء انا مشروكه كنا غنخلصو بحال بحال تنقول لها اليوم القيامه تخصي من لحمك راه حرام ما راه بحال الروح ولكن تتبكي داكشي تتلقاي بنادم ما مامنش وتيامنش بهذا الشيء ديال لا راه الضياع حرام ولا هادي حرام وكذلك كذلك البنت تيقول لك وندير بنادم بحال دابا نقول لك انا عطيني التريكو عجبني وما نردوش لك بالعاني ونقول لك تلف ليا اذا تنصفرك بالعلالي وحرام ولا عطيتيني طبسيل وعجبني وما رديتوش لك حرام وما كاين بزاف الناس ما تيامنوش بهذا الشيء راه حرام بمزيش نوصل لك شكرا لك بمزيني هذاك الشيء اللي تيخلي بنادم تيقول صافي هذا السحر راه غنديرو راه غيدير لي النتيجه وكان السحر تيدير النتيجه كنت يقول الخو خداوي غير هو بنادم تيمرض به
يعني تيسكنك المس. كتقول لك لك الا ما قلتش انت دابا انت عجبتيني قلت لك ما قلتش تبارك الله قاتلك سكنك الشيطان من المس. الا ما قلتش تبارك الله نقدر نعينك مذكور العين. كذلك بنادم لما تيامنش تيخلي حيت الا ما امنتيش بالله تقدر يشدك اي الوسواس ديال الجن ديالك. وخليتك على خير حبيبه بسلامه. شكرا. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.